أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يخوض اليوم 30 معتقلا من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إضرابا عن الطعام في معتقلي مجد وجلبوع احتجاجا على سياسة العزل والانتهاكات بحق الأسرى. وأوضح مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن شهر نيسان سيكون حافلا بالخطوات الاحتجاجية على سياسة العزل الإفرادي وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى. تباينت ردة فعل وسائل الإعلام العبرية حول كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة التي جرى بثها أمس الجمعة، وأشار إلى أنها محاولة لتحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد نتنياهو والضغط باتجاه إتمام صفقة تبادل على غرار صفقة شاليط. أطلقت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة حملة إلكترونية للمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي. وقالت الحملة إنها أطلقت حملتها عبر موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك من خلال هاشتاج بكف حصار باللغتين الإنجليزية والعربية. قال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف إن السلطة الفلسطينية لديها قصور واضحة في مجال دعم المزارعين من أجل حماية الأرض من المصادرة. وتساءل عساف خلال برنامج فلسطين هذا الأسبوع حول كم الأموال التي وصلت للسلطة خلال أكثر من 20 عاما واستثمرت في مجال زراعة الأرض والإنتاج وإعمارها. كم استثمر من الأموال التي جاءت التي وصلت خلال 20 سنة منذ إقامة السلطة حتى يومنا هذا أو أكثر من 20 سنة، كم استثمر في مجال الزراعة، كم استثمر في الأرض، كم استثمر في دعم المزارعين، كم استثمر في الإنتاج، مشاريع إنتاجية لتدعم صمود المواطنين. أنا في رأيي هنا قصور. انتهى الموجز. مزيد من الأخبار والتقارير المصورة تجدونها على موقع وطن الإلكتروني www.watan.tv. في أمان الله.